بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في أولى حلقات برنامج احتراف. طبعا أنا كنت عاوز أقول مقدمة، ولكن الإعداد قال لي خش في الموضوع على طول، فأنا هخش عن فكرة احتراف. طبعا كل أب وكل أم وكل أسرة مصرية دلوقتي بعد النهضة الكبيرة اللي مصر قامت بيها، وبعد شهرة اللاعب الكبير الخلوق محمد صلاح عالميا، كل أب وكل أسرة بتتمنى إن ابنها يكون زي محمد صلاح أو زي أي بطل رياضي ناجح. فطبعا جت فكرة احتراف إن احنا هننزل القرى الريفية، بننزل كل قرية في مصر، كل نجع في مصر، بنبحث بندور عن طفل موهوب عشان نوصله لدرجة الاحتراف. هنعمل معاه ايه؟ الكاميرا بتاعتنا بتاعت احتراف واللجنة بتاعتنا بتنزل القرية المصرية بتبحث عن الطفل الموهوب. لقينا الطفل الموهوب أو اللي عنده فكرة رياضية أو عنده فكرة عن الكورة. احنا طبعا هتبقى في جميع الألعاب الرياضية وفي جميع المهن، ولكن احنا هنركز دلوقتي على كرة القدم. هنعمل ايه مع الطفل الموهوب؟ احنا بناخد الطفل اللي عنده موهبة، وانا بطلب من كل أم وكل أب حاليا سمعني انه يعرف انه ابنه موهوب والناس قالت له، لان الموهوب بيبان على طول، بيبان بالفطرة من غير تدريبه من غير اي شيء. احنا بناخد الطفل بنرعاه رياضيا، بنعمل معاه ايه؟ في حاجة اسمها فترة الاعداد. يعني للأسف الشديد انا لفيت كرة كتير جدا وشفت اكاديميات كتيرة موجودة على ارض الواقع، والدولة عفوا انا شفت انها سمحت وتساهلت كتير جدا ان في ملاعب نجيلة خضراء او ملاعب صناعية اتعملت في كل قرية، ولكن للأسف الشديد ان ادارة الملاعب ديت ادارة فاشلة بكل المقاييس. هتقولي فاشلة ليه؟ يعني ما الدولة تسمح بإنشاء الملاعب دهيت عشان في الكرة الريفية بالذات عشان ناخد ولادنا ندربهم على ايه؟ في حاجة اسمها فترة الإعداد. فترة الإعداد ان انا باخد الطفل، لان انا نزلت الكرة الريفية بعمل مسابقة في الملعب، الطفل ظهر قدامي وجهه بيتغير، فيه 100 لون، مفيش نفس خالص، نفس قصير جدا، مفيش قوة بدنية، مفيش عصب، مفيش قوة تحمل، مزاجه العصبي متغير، قوة التحمل بتاعته في الملعب ضعيفة جدا، قوة البنيان ضعيفة جدا. فاحنا دورنا ايه؟ دور الأكاديمية أو دور احتراف إنها بتاخد الطفل اللي عنده فكرة عن الكورة أو عنده فكرة رياضية وبتتبناه. بتعمل معايا اللي اسمها فترة الإعداد. فترة الإعداد إنها بتجيب مدربين أكاديميين، مدربين عاليين في الكفاءة. بيمسكوا الطفل، بيمسكوا الطفل وهو لسه جاش. زي ما تقول بيعملوا بيشيلوا التراب اللي موجود عليه. قطع الذهب بيصنفروه. قوة بدنية بيعتلوا بقى ايه؟ قوة المرونة للجسم، قوة البدن، قوة العصب، قوة التركيز، قوة جهاز المناعة، القوة العضلية، بعد كده قوة النفس. كل دي تدريبات من مدربين أكاديميين فاهمين هما بيعملوا ايه مع الطفل، لأن الطفل ده عامل زي الزرع الأخضر، الزرع اللي لسه ناشئ، فإذا ما ترعاش كويس من أيادي فاهمة، يعني إيد فاهمة هي بتعمل إيه، الطفل ده هيتحرق أو النبتة دي هتموت. فلازما
يبقى في رعاية أكاديمية سليمة لقوة البدن للجسم بعيدة هوت، تقوية البدن، قوة التحمل، قوة التركيز، قوة جهاز المناعة في جسمه، قوة النفس، المرونة العالية لجسمه. بعد فترة التأهيل دهيت الطفل ينجح في أي لعبة هيخشها. يبقى في لجنة اسمها لجنة تصنيف اللاعبين، ده يبقى بطل مصارعة، ده يبقى بطل في كرة القدم لأنه موهوب، ده يبقى بطل كاراتيه، ده يبقى بطل طايرة سلة وهكذا. اسمها لجنة دكاترة متخصصين في اختيار المواهب الرياضية، ده يبقى بطل كذا وده بطل كذا وده بطل كذا. ده يجب اللي هو دور الدولة، ده يجب اللي هو دور مركز الشباب، ولكن للأسف الشديد انت بتشوف مركز الشباب ده اللي هو دوره ثقافي وسياسي واجتماعي وديني ورياضي وأخلاقي ملوش أي دور نهائي، فمش هنعتمد على الدور اللي هو بتاع مركز الشباب. طب الملاعب اتوجدت والدولة تساهلت، أنا شايف ما فيش قرية دلوقتي لفاء أكاديمية واثنين وثلاثة واربعة وملعب واثنين وثلاثة واربعة، ولكن دور الملعب إيه اللي تعمل اللي هو النجيلة الصناعية اللي تصرف عليه كتير؟ للأسف الشديد عبارة عن قهوة وطاولة وضمن وتأجير ملعب بالساعة. الطفل يروح ياخد 10 جنيه من والده واشتركوا مع بعض عشان ايه؟ يلعبوا ماتش كورة. طب انت طفل موهوب، انت محتاج رعاية، انت محتاج ايد امينة تاخدك ترعاك رعاية سليمة وتحافظ عليك وتحافظ على نفسك وعلى جسمك وعلى رياضتك وتظهرك، تظهرك للناس، تبقى تفيد نفسك وتفيد أسرتك وتفيد قريتك وتفيد المجتمع اللي انت فيه. انا مانيش عاوز اعيش الفشل اللي احنا عايشينه، احنا عاوزين ننجح من جديد وعاوزين ننهض من جديد. الدولة بتدور على انها تنهض، الدولة بتتساهل للملاعب انها تتعمل، فيجب انها تستغل. استثمر ابنك في الملعب، انت بتسيب ابنك وبتصرف عليه في اليوم 10 و15 و20 جنيه، بيجيب شيبسي وبيجيب كنز وبيجيب حاجات بتتعب جسمه. طب انت عاوز ابنك يبقى بطل، وعاوز ابنك يبقى زي محمد صلاح ويبقى زي كرم جابر في المصارعة ويبقى زي مش عارف مين، يبقى وابنك موهوب، بس انت ما انتش مهتم بيه. الاب والام ما هماش مهتمين بيه. دور الاب والام ايه؟ دور كبير جدا، دور انك تهتم بابنك من الصغر. يعني انت عاوز تجيب ابنك يبقى بطل، عاوز ابنك يبقى بطل، اهتم بالام من قبل الولد. انا بجيبها لك من البدايه، هو الام من قبل ما تولد، من قبل ما تولد الطفل ارعاها صحيا وطبيا وكل شيء. اول ما الطفل يتولد محتاج رعايه طبيه كامله وغذائيه كامله، وبعد ما يبدا يقف الطفل على رجله ابدا اشوف مين المدربين ومين الاكاديميه ومين النادي، ايا كان بقى، نادي حكومي، مركز شباب، اكاديميه خاصه، مين الاكاديميه اللي عندها فكر وعندها رؤيه وعندها من المدربين ومن الكفاءات انها تاخد ابني هتوصله يبقى بطل عالمي فعلا، يفيد نفسه ويفيد قريته ويفيد وطنه ويفيد البلد اللي احنا عايشين فيها دهيت. ان المنتخب المصري اما بيجي يلعب كورة او بيلعب ماتش، بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله، البلد كلها بتتفرج عليه، البلد كلها قاعدة على قلب رجل واحد بتشجع المنتخب المصري. لما بيكسب البلد كلها بتبقى فرحانة ونايمة سعيدة، والكلام ده كله من رئيسها لأقل واحد في البلد بيبقى سعيد وفرحان ان البلد كسبت. اما لاعب مصارعة يخش بطولة دولية ويجيب ميدالية ذهبية او فضية او برونزية، البلد كلها بتبقى فرحانة بيه وبيشرفنا عالميا وبيمثل مصر دوليا وعالميا في كرة القدم بقى في جميع الألعاب، حتى في أي شيء، حتى في بطولة الشطرنج، حتى في بطولة تنس الطاولة، أي ألعاب فردية أو جماعية. فدور الأم والأب من البداية خالص إنها بترعى الطفل، بتدور فين الأكاديمية أو فين المكان اللي ابني، وتقعد وتسأل أنتوا هتعطوا إيه لابني؟ أنا ابني هيبقى في إيديكم أهوت، أو أنتوا خدتوه، إيه اللي أنتوا هتعطوه واحنا هنعطيكوا ايه؟ استثمر ابنك، ابنك استثمار، استثمر في ابنك، لان ابنك لو نجح رياضيا هينجح اخلاقيا، لان اهم حاجة المدرب والاكاديمية فكرها ايه؟ هل هي بتدور على المادة فقط؟ هل هي بتدور على الاستثمار والبيزنس فقط؟ ولكن هي بتدور على القيمة والاخلاق وتنمية مهارات اللاعب في اي لعبة كانت بقى، بتدور على أخلاقه، أي قبل كل شيء الأخلاق، أخلاق اللاعب إيه، مزاجه النفسي إيه والعصبي،
ده عاوز تحليل وعاوز دراسة وعاوز شغل كبير جدا وشغل أكاديمي. الطفل من الصغر إذا اتمرن صح وتأسس صح وأعطيته قوة بنيان صح وقوة عصب صح وشيء يعني حاجات كتيرة جدا عشان أقعد أشرحها. طيب إحنا شايفين دلوقتي على الشاشة مسابقة كنا عاملينها في إحدى القرى في محافظة الدقهلية، قرية ريفية بسيطة جدا، ولكن واضح من الأولاد التجمع اللي كان موجود بسم الله ما شاء الله. يعني إحنا أعلننا في يوم واحد التجمع كان ما شاء الله أكتر من 300-400 طفل شايفين في نفسهم الموهبة أو حب اللعبة، كانوا حابين اللعبة جدا وفرحانين باليوم ده جدا ومطيعين لمدربهم في جميع قراراته، قاعدين منصتين له جدا. ده يدل على إيه؟ يدل على حب الأطفال للرياضة. ولكن أنا لاحظت إيه؟ يعني أنت لو لاحظت دلوقتي الملعب مش مهيأ، ده ملعب عشان الدولة سايباه، يعني سايباه كده للقرية وبتقول لهم إما نقدر نجمع عشان نعمله لكم ملعب أو مركز شباب. فدلوقتي لو لاحظت الطفل دلوقتي اللي جه قدامي أنا شفت فيه الموهبة، شفت فيه موهبة كبيرة جدا، عنده الفطرة، لمسات الكورة لمسات أوروبية. ولكن لاحظت إيه في الطفل أو لاحظت إيه في الأولاد وهم بيجروا؟ لو لاحظت الأولاد وهم بيجروا دلوقتي لا في قوة بنيان ولا في قوة عصب، والنفس قصير جدا، ومزاج الطفل عصبي عصبي جدا. الطفل حتى ما جه واقف قدامي جه بعد 5 دقايق مش قادر ياخد نفسه، حطيت ايدي على صدره لقيت قلبه بيتنفض. طب احنا سايبين الاطفال دي لغايه امتى؟ طب احنا هنسيبهم كده لامتى؟ يعني انت الاب والام قاعدين يتفرجوا على اولادهم، طب انت هتعمل ايه لابنك؟ هتسيبه لما يضيع خلاص او يكبر وتقول فرصته راحت؟ ما عادش له فرصه؟ طب انا لو ابني مش هيطلع حتى موهوب او مش هيطلع زي محمد صلاح او او او، طب انا لو دورت على مكان الوقت الاب والام عادوا بيخافوا على اولادهم ان هم يودوهم يلعبوا رياضه في الشتاء، يقول لك الدروس الخصوصيه ومش عارف ايه. طب انت اهملت في ابنك اهمال شنيع جدا من غير ما تاخد بالك، انت ظلمت ابنك ظلم كبير جدا من غير ما تاخد بالك، ولا انت داري اللي بتعمله فيه، انت بتظلمه وبتضيعه. لان هو طلع انت خليته يلعب شهر او شهرين، دي قول لي ده اللي قلت ده اللي قدامي ودي الفرصه اللي قدامي، وللاسف ما استفادش حاجه في الشهر او الشهرين لانه دخل في اكاديميات للاسف الشديد موجوده بكثره دلوقتي، ما فيش ما عندهاش اي فكر اكاديمي للتدريب. الطفل بينزل الاكاديميه اللي هي اي تسمى اكاديميه ويلعب شويه كوره او تقسيمه وشويه مهارات وروح روح، وطفل قاعد يستنى طفل، والطفل بيزعق في الملعب ومزاجه سيء في الملعب، وبروح اخر ما عادش الطفل عنده ثقه في الاكاديميه ولا عنده ولا في ثقه في المدربين، كذلك الاسره. ولكن دور الاسره انها تدور وتبحث عشان ابني لو راح في ايد امينه وفي ايد مدربين اكاديميين فاهمين هم بيعملوا ايه، بيرعوا الناس ازاي، بيدربوهم ازاي، بيتعاملوا مع مزاجهم السيء ازاي، بيتعاملوا مع بنيانهم ازاي، بيتعاملوا مع العصب، قوه العصب، ما هو جسمك محتاج قوه عصب، هيمرنوا قوة العصب ازاي؟ هيمرنوا العضل ازاي؟ هيقووا العظم ازاي؟ هيدوهم برنامج غذائي ازاي؟ اشراف طبي ازاي؟ الموضوع كبير، فعاوز ناس اكاديميين وناس دارسين. دي فكرة احتراف اللي احنا بنتكلم عليه، واللي بإذنك يا رب هننفذها في كل قرية، وخدنا ملعب في كل قرية او في عدة كرة مثلا. ايوه يا عمر. طيب في اتصال معانا، الاتصال الدكتورة مروة. ايوه يا فندم، اهلا وسهلا. كنت ربنا اهلا بيك، اهلا بحضرتك. اتفضلي يا دكتورة مروة. ربنا يخليك، انا بسمع البرنامج بتاع حضرتك لسه حالا ويمكن اول مره اشوفه. انا بس كنت عايزه اعرف ايه السن اللي حضرتك ممكن بتقبلوه، وايه الاماكن اللي ممكن داخل القاهره، يعني هل في اماكن قريبه يعني لسكن كل حد، يعني في يعني لجميع يعني منتشره في جميع القاهره، يعني في اماكن منتشره في جميع القاهره بحيث انها تلم كل الاماكن، وهل الدوره بتاعتكم بتتكلف كام؟ وبرده الطفل الموهوب اللي انتوا هتعملوا منه حاجه ده، يعني هل الحاجات دي هتعود عليه وبعد كده هيوصل لفين؟ ده سؤال.
والاسعار ايه بتاعت الدوره. تمام يا دكتوره مروه، ان شاء الله اجيب لك في الحلقه دهيت عن الاسئله اللي حضرتك قلتها دهيت، هتعرفي كل حاجه في الحلقه ان شاء الله. ولكن كاجابه سريعه، من السن مثلا هو دايما من ناحيه كره القدم بالذات الغالبيه العظمى في اكتشاف المواهب في كره القدم بتبقى من سن 7 سنين ل 14 سنه. طب في واحد مثلا يكون عنده 15 عنده 16 سنه ولاعب موهوب بالفعل، هو بيكون فعلا السن اتاخر شويه، لان هو اللاعب الموهوب بيحتاج من البدايه خالص، وده الكلام اللي انا بقوله اللي هيبقى الشغل الاكاديمي، ان احنا عاوزين الطفل من سن 5 سنين. هنعمل ايه من سن 5؟ زي بالظبط لاعب الكومباس كده بالظبط. الطفل من سن 5 سنين العظم لسه طري، العضله لسه طريه، بتقدر تشكله زي ما انت عاوز. بس بشغل اكاديمي وبشغل حرفي. بشغل واحد عارف ودارس، عامل زي دارس يعني ايه تشريح الجسم، ودارس يعني ايه العضل، ودارس يعني ايه العظم، ودارس يعني ايه العصب والاوتار والالياف، والقصه طويله قوي قوي. فلازم ان يكون مدربين فاهمين هم بيعملوا ايه مع الطفل. عشان للاسف الشديد برضه انا بتكلم، وانا فعلا يعني في كلام كتير انا عاوز اقوله للناس، ولكن انا بتكلم في حدود ايه البرنامج النهارده. طيب معانا الاستاذ كمال من اسيوط، اتفضل يا استاذ كمال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. النبي يا استاذ محمد، معانا الواد انا بيلعب. هو الصوت بعيد شويه، انا مش سامعه شويه. يعني اللهم صل على النبي بيلعب لعب حلو، بس مش عارفين يدخلوا فين. اتفضل يا استاذ كمال. مش عارفين ايه؟ هو من اسيوط. ابنك بيلعب حلو ومش عارف توديه فين. فين يعني؟ هقول لحضرتك يعني يا استاذ كمال. يعني. الارقام هتلاقيها ان شاء الله يا استاذ كمال. موجود في اي سؤال تاني ولا حاجه يا استاذ كمال؟ اي طيب، لا بس يعني ما هو ابن اسيوط نوديه فين؟ طب بعد الحلقه كلمنا على الارقام يا استاذ كمال. شكرا للاستاذ كمال من اسيوط. بالنسبه كنت بقول الطفل لما نيجي نتعامل معاه اذا ما كانش شغل اكاديمي وشغل حرفي وشغل مدرب دارس، يعني لازم يكون مدرس، ممكن يكون خريج تربيه رياضيه اكاديمي وكان لاعب سابق مثلا، فعنده الفكره العمليه والنظريه. لازم يكون دارس تشريح جسم. تشريح جسم يعني ايه؟ يعني عارف الاوتار اللي موجوده في الجسم، عارف الالياف اللي موجوده في الجسم، لان انا لقيت مدرب في يوم من الايام، انا داخل احدى النوادي مثلا، لقيت للاسف الشديد مدرب عامل حوض بتاع طفل وقارص عليه جامد جدا، لدرجه ان الطفل كان بيصوت وهو مصمم ان يفتح له الحوض او يعمل له الايه اطاله في الحوض. طبعا ده شغل غير اكاديمي وشغل غير حرفي، لان اللي فاهم الكلام ده كله عارف يعني ايه يعمل اطالات لعضله الجسم، عارف يعني ايه يعمل عشان ما يحصلش تمزقات، عشان ما يحصلش التهابات. فلازما المدرب اللي يدور عليه الاب يعرف هو هيعمل مع الطفل ايه، ولازم يشاهد ابنه وهو بيتمرن. هل ابنه بيتألم؟ هل ابنه بيتمرن وهو مبسوط؟ وفعلا ابنه الايام بتعدي عليه، التدريب بيعدي، عدى عليه شهر، فعلا لقى ابنه استفاد فعلا من قوه البنيان، استفاد من قوه عصبه، بقى في عنده قوه نفس، جسمه بدا يتغير، الشخصيه العامه بتاعته بدات تتغير، اخلاقياته بدات تتغير. لازم يتابع ابنه. واذا ما تابعتش ابنك يبقى انت ظلمت ابنك. المدرب مش هيتابع ابنك، في مدرب بيتابع وفي مدرب ما بيتابعش. في اكاديميه بتتابع وفي اكاديميه ما بتتابعش. طيب احنا هنخش مداخله كده معانا مع الاستاذ الدكتور علي ريحان، عميد كليه التربيه الرياضيه الاسبق جامعه المنصوره، والاخصائي النفسي لمنتخب مصر للشباب 2013 والحاصل على كاس الامم الافريقيه، وله باع طويل كمدرب بقى ورئيس منطقة الدقهلية للمصارعة، ومسؤول عن انتقاء الطلاب الموهوبين للاتحاد المصري للمصارعة، والصديق الخلوق دكتور علي ريحان. دكتور علي ريحان معانا؟ حبيبي حبيبي. ازيك يا دكتور؟ الله يبارك فيك. اهلا بك يا دكتور في برنامج احتراف، ويشرفنا وجود حضرتك في برنامج احتراف على قناة الصحة والجمال. يا دكتور علي، لاحظت كده في المسابقه اللي انا كنت نزلتها كسؤال سريع للدكتور علي ريحان
بصفه كنت اخصائي نفسي المنتخب مصر للشباب واحنا بناخد الاطفال البراعم الصغيره، لقيت النفس تعبان، مفيش نفس خالص، مفيش قوه بنيان خالص، مفيش قوه عضليه، مفيش قوه عصبيه، الطفل محتاج تاهيل من اول وجديد. رؤيه حضرتك ايه يا دكتور علي؟ والله انت حضرتك دلوقتي بتتكلم على اساس انتقاء الاولاد من الناحيه النفسيه، ولا حضرتك بتدرب يعني في الاكاديميه في تدريب والاولاد مستواهم منخفض؟ لان دي لها حاجه ودي لها حاجه. من الجنبين يا دكتور علي، يعني احنا بننتقي اطفال كمواهب هنرعاها فنعمل معاها ايه؟ او رؤيه حضرتك ايه للوضع اللي احنا شفناه لاطفالنا دلوقتي؟ بص حضرتك، هو الاولاد الصغيرين دولت في مراحل الانتقاء. يعني في الاول اذا كنت انت مثلا عاوز رياضه معينه فلها لها لها اسلوبها. اما لو انت عاوز يبقى خاص برياضات مختلفه زي مثلا كره القدم والمصارعه والجودو والكاراتيه والفرديه، فبتعمل الاول القاعده للاولاد ان هم يمارسوا قدامك بعض النشاط وبعض الحركات او بعض المسابقات، وتبدا انت تحس ان الولد اللي عنده ثراء حركي والولد اللي هو عنده توازن نفسي اثناء اداء هذه التمرينات، وتبدا تختاره. وبعد كده بتخلي الاولاد يشوف رغباتهم ايه. ممكن ولد تحس منه ان هو بيحب يمارس الحاجات اللي فيها منافسات عنيفه شويه، بتوجهه مثلا للعجل اللي فيها مزال، بتحس ان الولد بيحب ما يحتكش بزميله قوي، ده ممكن توجهه للالعاب اللي فيها زي مثلا التنس وكده. في تمرين بتحس ان هم قوامهم روافا طويله، ممكن وطوال، ممكن يلعبوا مثلا حاجات زي الجيمز. في اولاد مواصفات تكون من رفع الاثقال وهكذا. يعني الشوط الثاني اللي هو خاص بقى برياضه معينه، وليكن مثلا كره القدم، وخاصه ان دلوقتي بتلاقي شهره كبيره، وخاصه بظهور محمد صلاح وتمثيله المشرف لنا وان هو يوصل للعالميه بهذا الشكل، فتلاقي اغلبيه الناس بيتوجهوا لكره القدم. فلو في حاجه خاصه بكره القدم، سعادتك او الاخوه الافاضل بيعملوا اختبارات مهاريه للاولاد واختبارات بدنيه اللي يقدر يكتشف فيها ان الاولاد دول مناسبين لهذه الرياضه، وتقدر تاخدهم وتعمل لهم بعض الاختبارات وبعض المسابقات، مش مسابقات اللي هو لا يعني بعض التدريبات يعني، وتبقى تكتشف بقى الاولاد. هتبص لها ولد ممكن يكون مهاراته عاليه ولياقته البدنيه قليله شويه، انت بتصبر عليه. طيب يا دكتور علي، ما شاء الله انت يعني علمك بسم الله ما شاء الله، اني قعدت معاك قبل كده كده ما شاء الله عندك من العلم اللي محتاج حلقات بامانه والله، ده حقيقي يعني. الله يبارك فيك. لو تاهيل الطفل رياضيا وبدنيا يبدا من سن كام يا دكتور علي؟ والله هو كل رياضه بتختلف. يعني مثلا في رياضات زي مثلا السباحه والجمباز والحاجات ديت بيختلف عن الرياضات اللي فيها منازلات، زي مثلا المصارعه بيبداوا اول بطوله تحت 12 سنه وممكن دلوقتي تحت 10، فلما اجي ابدا مع الولد ما ابداوش من سن صغير، يبقى مرتفع شويه. تمام. في رياضات اخرى زي التحملات زي المسافات الكبيره قوي ما ابداش الولد صغير، بيبقى اكبر من كده عشان قلبه يقدر يستوعب. فكل رياضه تختلف، كل رياضه تختلف. الحاجه الثانيه بس اللي انا عاوز اقول ان حتى لو في رياضه انا عاوز ابدا سن بدري شويه، بس عاجلش على الاولاد في تعليم المهارات. مظبوط. بحاول ان انا اديهم العاب صغيره، بحاول ان انا اعمل لهم شويه حاجات. طيب توجه رساله لكل اب ولكل ام نفسها ابنها يبقى زي محمد صلاح كده، بصراحه الناس دلوقتي بقت شغوفه ما شاء الله بمحمد صلاح، يعني ربنا يصلح حاله ويبارك له لانه نجم خلوق بصراحه، او يبقى بطل كبير ينفع وطنه، تنصحهم بيه يا دكتور؟ والله هو اولياء الامور دلوقتي هو الحمد لله بقى في يعني من فتره، وخاصة ظهور بعض اللاعبة المتميزين اللي لهم سمعة طويلة على مستوى العالم زي أبو تريكة ومحمد صلاح والناس ديت. الناس ديت لو تلاحظ إن ما طلعوش من فراغ يعني. يعني هتلاقي مثلا لو أنت بصيت للاثنين دولت بالذات، لأن طبعا واخدين شهرة كويسة، هتبص تلاقي إن أولياء أمورهم كانوا بياخدوهم وكانوا بيدوهم ويسافروا معاهم الأندية اللي هي ما كانش أهلي ولا الزمالك طبعا، وكانوا بيبذلوا معاهم مجهود عالي جدا. دي ناتج عن إيه؟ ناتج عن ثقافه.
الثقافه دي بتبقى عارفه ان اولادهم دول استثمار، واستثمار قوي جدا في الايام اللي احنا فيها ديت. الحاجه الثانيه ان هم عارفين ان الاولاد لما يمارسوا النشاط الرياضي بيبعدوا عن الحاجات اللي فيها تضر صحتهم زي المخدرات وزي الحاجات اللي هي ملهاش لازمه اللي احنا بنحذر اولادنا منها. فعلشان كده لازم نكثف الوعي لاولياء الامور، مع العلم ان بقول ان في صحوه الان ان اولياء الامور بداوا يفهمهم وبداوا يعرفهم ان في استثمار دلوقتي واسمه استثمار رياضي. طيب الموضوع ده يستلزم ان في برامج زي البرامج بتاع حضرتك، برنامج احتراف ده حاجه طويله جدا، ان يبقى في توعيه لاولياء الامور ويبقى في حلقه خاصه باولياء الامور ان هم يمارسوا حتى هم نفسهم النشاط الرياضي. وتبدا حضرتك برضه تتكلم على اهميه الرياضه لكبار السن، لان الرياضه واهتمام كبار السن ده بيخلي الاولاد بيشوفوا ابائهم واجدادهم وهم بيمارسوا النشاط الرياضي، فبالتالي بيحبوا النشاط الرياضي. الحاجه أنا يعني أنا متشكر جدا يا دكتور علي الله يبارك فيك للمداخلة الجميلة ديت وللعلم حضرتك، وأتمنى يكون لنا لقاءات كثيرة جدا مع حضرتك تفيد بها المشاهد، وخاصة مشاهد احتراف. بنشكر عميد كلية التربية الرياضية السابق جامعة المنصورة والأخصائي النفسي لمنتخب مصر للشباب 2013 والحاصل على كأس الأمم الأفريقية الدكتور علي ريحان، بنشكره شكرا جزيلا على المداخلة معنا في برنامج احتراف. هنشوف تقرير ونرجع معاكم تاني إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا في قرية متزنقر دلوقتي وفي أرض الملعب وسط المسابقات، وسط أطفالنا وأولادنا اللي احنا نتمنى من ربنا ان احنا نكتشف منهم مواهب تفيد بلدهم وتفيد الوطن وتفيد مصر كلها. معانا الاستاذ الدكتور زيدان شهاب احمد الشال، استاذ مركز البحوث الزراعيه معهد البساتين المنصوره، وهنساله سؤال سريع او في تقرير سريع كده. انت حضرتك يا دكتور في ارض الملعب اهوت وشايف اولادنا عاملين ازاي؟ انا جبت الاولاد بتعامل معاهم لقيت في تغير في الوجه، لقيت في نفس ضعيف، لقيت بنيان ضعيف. مفيش يعني، انت وجهه نظرك ايه في التغذيه للاولاد ده عشان ننهض بهم في المرحله اللي جايه او في الاكاديميه، ونعمل لهم ايه؟ وجهه نظر حضرتك ايه؟ اولا احنا بنقدم لحضرتك خالص اسميات الشكر والتقدير للاهتمام بابناء القريه. احنا لاحظنا طبعا ان مفيش نسبه وتناسب بين اعمار هؤلاء الاشبال واجسامهم، يعني الجسم صغير قوي بالنسبه للعمر، فطبعا دليل على ان هناك مشكله في التغذيه ومشكله في البنيان بالنسبه لهؤلاء الايه الاشبال. طبعا الاطفال او في هذه المرحله السنيه يجب ان يكون لهم برنامج غذائي افضل من كده عشان جسمه يكون افضل من كده في البنيان والتكوين الجسماني بالنسبه له. لكن للاسف الشديد احنا بنشوف عدم اهتمام والاعتماد على الوجبات السريعه سواء في المدارس او غيرها. طب انا دلوقتي عشان اهتم بطفل دلوقتي، انا عندي اكاديميه مثلا دلوقتي، نعم، وهرب يعني هعلم الطفل انه ياكل ايه والكلام ده كله، انصحه بايه بعد ما يخرج من الملعب؟ نعم، ياكل ايه اللي ممكن يستفيد منه جسمه على طول في هذه المرحله السنيه؟ يجب ان يهتم بالغذاء اللي بيتوفر فيه نسبه عاليه من البروتين كالالبان واللحوم والاسماك، لان البروتين عنصر اساسي لتكوين الخلايا الجديده، يعني نمو الجسم. وشفنا ان الشباب معظمهم هؤلاء الاشبال قصدي اجسامهم لا تتناسب مع اعمارهم، يعني هو بيجي يقول ان سن 13 سنه و12 سنه، لا هو جسمه يا دوبك 7 8 سنين. طيب خلل غذائي. نصيحه بقى للام والاب على السريع كده، ايه الاهتمام بتغذيه الاولاد والاهتمام ان ينظموا وجباتهم، وان الطفل من دول ياكل عدد من الوجبات يوميا بانتظام، وانه يبعد تماما عن الاغذيه المصنعه زي الشيبسي وغيره اللي بيشتروها وبيعتمدوا فيها وبتكون بديل للغذاء الصحي اللي المفروض في البيت. الرياضه بالنسبه للطفل وضعها؟ الرياضه طبعا كما نقول الحكمه تقول الجسم السليم هو اساس العقل السليم، او العقل السليم في الجسم السليم. فبنيان الجسم وتكوينه الرياضي لابد ان يكون هناك عقل ايضا سليم، وهيكون بارع، ويعني هيكون برضو عندنا علماء. يعني يا دكتور ما اوديش ابني مثلا فتره رياضه الصيف واقعده طول الشتاء؟ لا، المفروض يتدرب بانتظام وفي مواعيد، وتكون هناك توافق بين الدراسه وبين التدريب ايضا، لا يتوقف عن التدريب نهائي. انا متشكر، انا عشان اخد معاك لقاء سريع كده يا دكتور زيدان، ودي كانت فرصه طيبه.
على المعلومات اللي عندك، ما شاء الله قيمة جدا، وأتمنى أعمل معاك لقاءات تانية إن شاء الله تفيد أولادنا وتفيد أسرتنا كلها وتفيد الوطن كله. تحت أمر حضرتك يا الله كابتن محمد صلاح، ودي فرصة سعيدة جدا وسعداء بحضرتك، وجهد حضرتك مشكور، وربنا يجازيك خير بإذن الله. الله يبارك لك وجعلنا سبب في خير للناس ولمصر كلها إن شاء الله. أنا بشكر الدكتور زيدان، أنا بشكر الأستاذ الدكتور زيدان شهاب أحمد الشال، أستاذ مركز البحوث. طبعا شكر موصول للدكتور زيدان الخلوق اللي ما شاء الله من عنده علم كتير جدا، أتمنى يكون معايا في حلقات قادمة إن شاء الله. وبشكر اللي هم اتصلوا بينا كتير أو الاتصالات اللي جاية كتير، يا ريت يتواصلوا معنا بعد البرنامج. وفي كلمة قالها الدكتور زيدان مهمة جدا، اللي هو الجسم ما بيتناسبش مع العمر، جسم الطفل ضعيف وبنيانه زي ما احنا الكلام اللي احنا بنتكلم عليه، ان الطفل ضعيف، دورنا احنا اللي نهتم. انا بشوف ان الاسره اهملت شديد، في اهمال شديد جدا من الاسره، ما تعتمدوش على الدوله في حاجه، اعتمد على نفسك، حافظ على ابنك، دور على ابنك، هتستثمر في ابنك ازاي، استثمر حياتك في ابنك. انا بقول لك انا بشوف الاطفال بتصرف 20 و30 جنيه و40 جنيه في اليوم على زي ما الدكتور زيدان قال في الشيبسي وفي ده. لا، دور على اكاديميه عندها من الفكر والوعي الرياضي والثقافي والعلمي، انها تتبنى ابنك بالفعل وتوصله للعالميه. اذا لقيت الاكاديميه دي ما تفرطش فيها نهائي، اذا لقيت هذا الفكر ما تفرطش فيه نهائي. الوقت الدول الاوروبيه بتصنع ابطال، بيصنعوا ابطال، مش هنعتمد على الدوله هتعمل الدوله مش هتشيل كل شيء، الدوله مش هتقعد تشيل كل شيء، لازم هي اللي تعمل. طب خلاص هي ما عملتش او عملت ولكن في تنفيذ غلط، في اداره غلط، في سوء اداره، في سوء تنفيذ، يبقى انا اللي ادور. احنا داخلين بفكر جديد. طيب هناخد التقرير دوت، هناخد التقرير دوت واحنا بنتكلم كده دوت. ده طبعا الفكر بتاعنا احنا، ده الفكر الاكاديمي اللي احنا هنعمله. ده لاعب كوره اللي انتوا شايفينه قدامكم، ده لاعب كوره، اللاعب كوره مش في الملعب بس، تاهيله بدنيا، قوه البدن وقوه العصب وقوه العظم وقوه العضل وقوة النفس وقوة جهاز مناعته، لازم الجهاز المناعي يبقى قوي عشان ما يجيش شوية برد يقعدوه في البيت، فعنده جهاز مناعة قوي، عنده قوة تركيز، لازم مزاجه النفسي يكون عالي، يتأقلم مع اللاعبين ومع المدربين ومع حياته كلها. لازم أن تودي ابنك في الصيف وفي الشتاء، لو هيروح يومين في الشتاء بس، أكنها حصة من حصص الدروس الخصوصية اللي هي بتدمره، الحصص اللي هي بتدمر دلوقتي. الطفل بيطلع من الصبح ما برجعش الا 11 12 بالليل، انت منتظر منه ايه؟ مزاج سيء، نفسيه تعبانه، اتب في الجسم، جميع الاطفال بدا يجي لهم اتب، بدا الاتب اللي هو الانحناء الظهر وبتاع وحاجات زي كده، عمود فقري غير سليم، قوه بدنيه ضعيفه، الكلام اللي احنا قاعدين نشرحه. طب انت سبت اهملت في ابنك ليه؟ طب ما تعتبر دي حصه من حصص الدروس الخصوصيه وبيروح. طب انت بتصرف على ابنك في اليوم 10 و20 و30 جنيه في الحاجات اللي بتضره، طب ما تهتم بيه رياضيا وعلميا، في يعني بيدرس وبيلعب رياضه. ده انا بعتبر ان الرياضه هي كل شيء، هي اللي هتنجحه في حياته كلها، بس لما يكون تحت ايد مدربين متخصصين اكاديميين عندهم التزام ديني والتزام اخلاقي. هو ده الملعب بتاعنا، وهو ده فكرنا، فكرنا ده المدربين بتوعنا. ده لاعب كوره لازم يمأهله الكلام ده كله. اللاعب دوت كان جاي ضعيف بنيانا، يعني بيلعب كوره، عنده مهارات كوره كويسه في الملعب، ولكن مش قادر يجري في الملعب، وده حصلت لجميع اللاعبين كتيره جدا. الكابتن محمد ابو تريكه في يوم من الايام كان بيعاني من رباط الصليبي فطر، وجميع الدكاتره قالوا ان مشكلته رباط صليبي مثلا كمثال، انا سمعت المعلومه دي مثلا قبل كده، دي سبب سوء تدريب من الاول، سوء تدريب وهو طفل. فاحنا حاطين في الاكاديميه اللي انتوا شايفينها دهويت مدربين اكاديميين فاهمين هما بيعملوا ايه، هياخد ابنك يديله فترة تأهيل عشان يقوي العصب بتاعه، يقوي الجسم بتاعه، يقوي جهاز المناعة، يقوي النفس، يقوي بنيانه، يبقى في شخصية في جسمه، أخلاقياته عالية، في نظام في كل حاجة. هتلاحظ في الملعب الكلام اللي أنا بقوله أنا مسؤول عنه، إما يجي ابنك هينزل من أول زيه الأساسي، الزي الأساسي جاي بزي محترم، نازل الملعب بنظام لا مؤاخذة نازل الملعب بنظام، في احترام للمدرب، في احترام للملعب، في قدسيه للملعب، عينه على المدرب وهو بيقول كل حركه بينفذها في الملعب، يبقى في تدريب داخل الملعب، تدريب قبل ما اديله المهارات بتاعته الكوره
لازم ادي له القوه اللي هيقدر يادي المهارات بيها. وبعد ما ادي له القوه في فتره اعداد من شهر لشهرين لثلاث شهور وياخد القوه اللي هيتحملها، وبعد كده بياخد مهارات اللعبه بتاعته سواء كره قدم او كاراتيه او 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 الكلام ده كله، بعد كده الطفل اما بياخد المهارات بتاعه الكره بعد شهر واثنين وثلاثه ابدا اخليه يخش تقسيمات يبدا ينفذ اللي انا دربته له. بس هينفذ الوقت ده في ايه؟ هينفذ بقوه، هينفذ باحتراف، هينفذ ونفسه قوي، هينفذ وتركيزه عالي، هينفذ وبنيانه قوي، شخصيته قويه. انت هتلمس كاب وكاسره هتلمس في ابنك ان بدا شخصيته تتغير من اول يوم في التدريب. اذا ما اتغيرتش من اول يوم ولا تاني يوم ولا شهر ولا شهرين يبقى الاكاديميه فاشله والمدربين فاشلين. انا بتكلم وبمنتهى الامانه لان بعتبر ابنك هو ابني. انا كنت اتمنى لابني، انا كان ابني عندي موهوب في الالعاب الفرديه، كان ليا ابن موهوب في الالعاب الفرديه، يعني كان لعب شويه جودو دخل خد مركز اول بعد شهر، لعب مصارعه ما شاء الله خد مركز اول، فكان موهوب بس ما كانش لاقي المدرب اللي ياخده يرعاه رعايه كامله، ياخده ياسسه صح قبل ما اقول له العب مصارعه. لا انت محتاج تاسيس يا ابن الناس، انت محتاج قوه نفس، محتاج تحب اللعبه اللي انت هتلعبها، عشان لو حبيت اللعبه وحبيت المدرب واعطاك الاساسيات الصحيحه، الاساسيات الصحيحه ما ادالكش ما رمكش في البحر على طول، قبل ما ارميك في الميه واقول لك عوم لازم اعلمك العوم الاول. الارقام على الشاشه، اي تواصل اي استفسار اتكلم من اي مكان في مصر وانا برد بنفسي، هتصل هتكلم معاكم وافهمكم الوضع ايه. الوقت فكر الاكاديميه ان احنا مثلا رحنا في وسط القرى الريفيه وخدنا ملعب بقى بتاعنا، الملعب بقى بتاعنا مفتاحه معانا في المنصوره في قريه الروضه في طلخه في المنصوره، وقريه الروضه حواليها 20 30 40 قريه، احنا قربنا المسافات له عشان ما يرهقوش ويروحوا اماكن بعيده وبتاع وحاجات زي كده. والصعيد هنروح الصعيد وهنروح وجه بحري، كل مكان مطلوبين. احنا بنطلب دلوقتي وانا على الهواء مباشره اهوت، انا بطلب مراسلين وبطلب مندوبين وبطلب رجال اعمال واصحاب مصانع اصحاب شركات، اللي عاوز يتبنى معانا وعاوز يشتغل معانا وعاوز يبقى له صوت معانا وعاوز زرع مواهب بالفعل، ونظهر ربنا يجعلنا سبب ان نظهر مواهب بالفعل، مواهب تفيد نفسها وتفيد بلدها وتبقى قدوة لبلدها وتفيد مصر وترفع علم مصر في كل مكان، يبقى لازم نستثمر في أولادنا. ما نأهملش الأولاد في الجانب الرياضي، نقول في الصيف ندربهم شهرين ثلاثة أي كلام، وفي الشتاء ما نقدرش. ليه ما تقدرش؟ ليه؟ لأن ابني بياخد دروس من الصبح لبالليل، اعتبر ده حصة من الدروس الخصوصية. إذا ما كنتش هتقدر وعندك الخوف والرعب من الدروس الخصوصية اعتبر ان ده حصة لله ثم عشان خاطر ابنك. والله العظيم وانا بتكلم بمنتهى الصدق وبمنتهى الامانة، انا اتعاملت مع اطفال، انا انشأت بفكرة احتراف دهيت في اول صالة رياضية كانت اتعملت في الدقهلية، كانت لصناعة بطل في الالعاب الفردية. كان هدفي الاساسي صناعة بطل في الالعاب الفردية، فكنت بجيب الطفل كل من هو عرف محمد صلاح، كل شاب وكل طفل الحمد لله علاقتي بيه علاقة طيبة جدا إلى الآن، لأنه عرف إن محمد صلاح ما كانش هدفه هدف مادي فقط، الهدف المادي للاستمرار، عشان نستمر لازم في هدف مادي استثمار، ولكن عشان نستمر بس هدف مادي بسيط، ما نتعبش ولا نرهق الأسرة المصرية. بس كنت باخد الطفل قبل كل شيء لازم أن يحب المدرب، لازم أن يحب المكان، وبعد كده أأهله نفسيا وبدنيا إنه يبقى بطل في لعبة رياضية. أي محافظة هتبعت لنا دعوة هنروح له وهننفذ احتراف عنده معانا البرنامج بتاعنا. أي طفل محترف وأي طفل موهوب معانا كاميراتنا ومعانا المصورين بتوعنا على أعلى مستوى ومعانا المدربين بتوعنا، هنصوره وهنكتشفه، هنصوره بمهاراته الفردية ومهاراته الجماعية، وهنعرف نسوقه صح، لأن هنعرف نستثمره صح. أبوه هيستفيد، والدته هتستفيد،
قريته هتستفيد، هو هيستفيد، الدولة في الآخر كلها هتستفيد. فبإذنك يا رب، بإذن الله، الكلام اللي أنا بقوله في حلقات جاية إن شاء الله، إحنا هنربط نشأة الطفل رياضيا هيعود بالأمن على مصر، على الأمن القومي المصري بإيه؟ لأن ما تنشئ الطفل رياضيا وأخلاقي قبل الرياضة، دور على الأخلاق، أخلاق الطفل. وأوعدكم إن كل قرية هتدينا دعوة إن إحنا نجي لكل قرية وكل نجع وكل قفر عندهم من المواهب اللي هيقدروا يتواصلوا معنا ويقولنا، أهلا وسهلا بيهم وهيشرفونا، وبإذنك يا رب هنعمل معهم اللي ما تعملش قبل كده، وهيلمسوا كده بنفسهم، لأن ده قضيتنا، قضيتنا إنني ابني كان موهوب لكن ما عرفتش أوصله، لأن أنا ما كنتش متفرغ له، فما لقيتش المدرب الكفاءة العالية اللي اطمئنت تماما إن ابني هيبقى تحت إيديه هيطلع بطل في لعبته، وما لقيتش النادي أو الأكاديمية الحقيقية اللي ابني وديتها، حسيت إن هي واخدة ابني، هو ابنه، ابنكم هو ابني، طفلكم هو طفل ليا. مصر مليانة مواهب، الكرة الريفية مليانة مواهب، ولكن هي عاوزة اللي يكتشفها. أنا في حاجة ملحوظة شفتها وأنا كنت في زيارة لدولة فرنسا، لقيت في مستكشف فرنسي بينزل الكرة الأفريقية والدول الأفريقية، بيبحث في الغابات، ماشي شايل خيمة أو الخيمة بتاعته والمخلة بتاعته على كتفه، وماشي يبحث، يلاقي الأطفال قاعدة تلعب في الصحراء وفي الغابات وبتاع وحاجات زي كده، فكان بيشوف، يقعد يبص كده ويصور، لقى طفل موهوب، يقوم واخده وقاعد مع أسرته وقال احنا عاوزين الطفل ده، هناخده هنرعاه وهنعمل وهنعمل وهنعمل، وكان بياخد الاسره بالكامل، وفجاه تلاقي الطفل ده فجاه بيبقى نجم عالمي وبتباع بالملايين والكلام ده كله. احنا دورنا ايه؟ احنا عاوزين نكتشف ولاد، وقبل ما نكتشفهم هنعطيهم ايه؟ ايه اللي هنعطيه لابنك قبل ما هناخد منه ايه؟ احنا هنعطيه ايه؟ لان مصر محتاجه، والله العظيم مصر محتاجه كل طفل موهوب، محتاجة كل اللي هيمثلها عالميا في المصارعة، في الجودو، في الطير، في السلة، في كرة القدم، في 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 تلاوة القرآن، في الإنشاد. فالبلد محتاجة مواهب، فيها مواهب كتيرة جدا ولكن عاوزة تظهر. احتراف هتكون معاكم في كل مكان، وبإذنك يا رب اللي هيجي معانا وهيقعد معانا وهيشوف بنفسه أسلوب التدريب في الملعب عامل إزاي، ابنك اتقدم ولا ما تقدمش. فالنصيحة لكل أب ولكل أم، ما تستخسرش حاجة في ابنك. أنا جالي أب في يوم من الأيام، أنا كنت فاتح صالة رياضية كبيرة، وجالي أب كنت عامل اشتراك رمزي، فجاب لي 2 من ولاده، قصة بسيطة بحكيها. فقال لي ما ينفعش نخفض السعر شوية، فنلقيت الأب حاطط في جيبه علبة سجاير مارلبورو، فقلت له أنت العلبة السجاير دي بكام؟ قال لي مش عارف بكذا، يعني مبلغ معين. قلت له انت تلاقيك بتشرب علبه او 2؟ قال له والله لا يقل عن 3 علب. قلت له يعني لو ب 20 جنيه مثلا ايامها، يعني 60 جنيه في اليوم، يعني 1800، يعني 60 في 30، 3 6 18، 1800 جنيه انت بتصرفهم في الشهر على صحتك انها تتدمر. ولكن فكرت في 50 جنيه او في 30 جنيه او 40 جنيه هيفيدوا ابنك، هيفيدوا ابنك صحيا ونفسيا وجسديا واخلاقيا وبدنيا وكل شيء، وايادي قاعده متفرغه له، متفرغه تفرغ كامل عشان ينجح، عشان ابنك ده هو تفتخر بيه في يوم من الايام ان شاء الله. احنا لنا قناه على اليوتيوب هتتابع كل شيء، والارقام اللي موجوده على الشاشه دهيت خلوها عندكم، في يوم من الايام هتحتاجوها، في يوم من الايام هتتصلوا بينا، في يوم من الايام هنديكم اي معلومه، لان انا الاطفال بيصعبوا علي. الاطفال في المدارس، انا زرت المدارس المصريه لقيت الاطفال عندهم يعني همجيه شديده جدا، ده يدل على ايه؟ ان الاطفال محتاجه هدوء، محتاجه حرص، محتاجين ان احنا نخلي بالنا منهم. الام والاب ما يتلبخوش عنهم، ما يتلبخوش في مشاكلهم، ما يتلبخوش ان الدروس هتتعبهم، ما يتلبخوش عن اولادهم. ابنك اذا نجح رياضيا واخلاقيا انت نجحت، لأنه هيحافظ عليك كأب، هيحترمك كأب، وهيحترم أمه،
وهيشيلها لكم في يوم من الايام ان كنتوا سبب اللي جريتوا معاه وتعبتوا معاه. قصص كتيره جدا انا اقدر احكيها لكم، ولكن انا عاوز القريه المصريه اللي هي دايما كان معروف عنها زمان المبادئ والقيم والاخلاق والمروءه وحبهم لبعض وتآلفهم عن بعض، ولو حصلت اي مشكله في القريه بتعم على القريه كلها. القريه اصحاب الرجال صحاب المبادئ والقيم والاخلاق ده هم اللي كان بيطلع من القريه العلماء وبيطلعوا بعثات خارج مصر. خدوا صفحه، ابداوا صفحه جديده مع اولادكم. المركز الشباب اللي ما هو شغال عندكم شغلوه، ما تسيبوش اعضاء قاعدين في مركز الشباب، اعضاء جمعيه عموميه وجمعيه مش عارف كلهم اسره واحده، ومركز الشباب ما فيش في حاجه خالص، ما فيش في اي نشاط. حركوا مراكز الشباب عندكم، حركوا الاكاديميات عندكم، حركوا الملاعب، غيروا فكر الملاعب النجيله الصناعيه اللي اتعملت اللي الدوله سمحت بيها ولكن للاسف الشديد بقت قهاوي. الاكاديميات والملاعب الصناعيه دلوقتي عباره عن طاوله وضمن وشيشه وسجاير والشباب قاعدين ياجروا ساعات يلعبوا فيها واولادنا بتتدمر. اعملوا في الملاعب ديت في جميع الملاعب اللي موجوده في مصر، اعملوا اجور رمزيه وخدوا الاولاد وهاتوا لهم مدربين فاهمين. مش لازم انا، مش لازم الاكاديميه اللي احنا عاملينها، انا ما بسعاش لها، انا بسعى على مستوى مصر كلها بالكامل. انا فكر للطفل اللي مولود اللي لسه مولود. لو هتكلم الكلام كتير جدا، ولكن والله العظيم ومن كل قلبي نصيحة الأب لكل أب ولكل أم وللقرية المصرية بالذات وللمدينة، دور على مصلحة ابنك من دلوقتي. ما تخليش السكينة تسرقك وابنك فجأة يلاقيه كبر. أنا الآن رحت القرية لقيت في ناس عندها 16 و17 سنة ومواهب بالفعل، ولكن للأسف التأسيس بتاعهم غلط، اتأسسوا غلط. فده دور الأب قبل الدولة، هو ماليش دعوة بالدولة دلوقتي، دور الأب، دور الأم، دور القرية إنها تبدأ تهتم بأولادها بشبابها بأطفالها. وده دورنا كأكاديمية إن شاء الله بإذن الله، دورنا معاكم هيبقى كبير جدا. هتشوفوا ده على أرض الواقع، هتشوفوا مسابقات، هتشوفوا منافسات ما بين الأطفال وبعضها في كرة القدم، في الكاراتيه، في السلة، في الجري، مسابقة الماراثون، في بطولات الشطرنج. أي موهبة هنستغلها إن شاء الله وهنعمل مسابقات لأولادكم. أنا بشكر فريق الإعداد والمخرج محمد الشاهد ومحمد عزت ورئيس التحرير عمر البهلول، بشكركم على المتابعة، وإلى حلقة قادمة بإذن الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.